حول هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت هاتفيا أستاذ نضال السبع، الكاتب والباحث السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ نضال في هذه النشرة. أهلا وسهلا. نعلم أن هذا الموضوع ربما يحتاج إلى تفاصيل قانونية أكثر، لكن الآن هل هناك ما يلزم القاضي بيطار بقبول قاضي آخر وتسليمه أي ملف من ملف قضية المرفأ؟ هلا من الناحية القانونية طبعا هذا إجراء يعني يبدو أنه غير قانونيا، يعني لا يوجد قضية ما يتم تعيين قاضيين للتحقيق. اليوم عمليا هذه القضية هي من مسؤولية القاضي طارق البيطار، ولكن أيضا القاضي بيطار القوى السياسية والتجاذبات السياسية داخل البلد والطائفية للأسف منعت يعني القاضي من ممارسة عمله. عمليا الذي حدث أن وزير العدل هنري خوري المحسوب على رئيس الجمهورية ميشيل عون أرسل رسالة لمجلس القضاء الأعلى، وكما تعلمين أن مجلس القضاء الأعلى عمليا هو مشكل من كافة الأطياف السياسية والأحزاب، فبالتالي يبدو أننا أمام صفقة لبنانية داخلية عنوانها إخراج الموقوفين، وعلى رأسهم بدري ظاهر المحسوب على التيار العوني. الوزير جبران باسيل والذي كان يتحدث خلال فترة الست سنوات أن هذا العهد هو عهد قوي لا يمكن أن يخرج من السلطة بعد شهرين ولا يتمكن من إخراج بدري ظاهر، فبالتالي ربما أن هذا الأمر ربما يعتقد التيار الوطني الحر والوزير جبران باسيل أنه بإخراج بدري ظاهر ربما يعني عمليا يحقق بعض الشعبية داخل الشارع المسيحي. طبعا الإفراج لن ينحصر في بدري ظاهر، الموقوف بدري ظاهر مسؤول الجمارك، ولكن عدد من الشخصيات الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية أخرى. أنا باعتقادي الشخصي أنه نحن كلما اقتربنا من نهاية العهد كلما ازدادت الأزمات السياسية والاقتصادية. حتى هذه اللحظة طيب، الرئيس ميشيل عون والرئيس ميقاتي لم يتوصلوا إلى تشكيل حكومة جديدة. طب أستاذ نضال فقط قبل أن تتابع في هذه النقطة، القاضي بيطار صرح بأنه هذا القرار يعد سابقة خطيرة، هو لن يعترف بأي قاضي يعين في هذا الملف وسيتخذ قرار مناسب. هل لديه خيارات الآن متاحة القاضي بيطار لتمكنه حتى من استئناف التحقيقات، والآن عمله مجمد؟ يعني هذا القرار لاستئناف قاضي أو إيجاد قاضي رديف هو إجراء مؤقت. يعني إيجاد القاضي الرديف هو عمليا تجاوز للقاضي البيطار، وبالتالي مطلوب من هذا القاضي الجديد الذي سوف يعين من قبل السلطة السياسية اتخاذ إجراءات بإخراج الموقفين، وبالتالي هذا يعقد عمل القاضي بيطار. أنا باعتقادي أنه ربما يلجأ القاضي بيطار إلى يعني حركة اعتراضية من خلال تقديم استقالته، أو أنه يعني سوف يصمت على تصرف السلطة السياسية. بكل الأحوال نحن الآن نتجه إلى إغلاق ملف مرفأ بيروت، وبعد سنتين على هذه الجريمة والتي ذهب ضحيتها 220 طيب شهيد. فقط سيد نضال أريد أن أستوضح منك أمر لم يتبقى كثيرا في عمر هذه المقابلة. المحتجون ذكروا بأنه يعني إيجاد قاضي آخر الآن هو محاولة من الطبقة السياسية لعرقلة تحقيق العدالة، هل نحن أمام تسييس قضية المرفأ بشكل واضح الآن؟ يعني قضية تسييس المرفأ ليست من الآن، هي من اليوم الأول، والطبقة السياسية تتهرب من المحاسبة، وهناك ثلاثة وزراء رفضوا الانصياع ورفضوا يعني الاستجواب أمام القاضي بيطار لأن مرجعيتهم السياسية والطائفية عمليا كانت تضع يعني جدارا حولهم، وبالتالي تمنع من استجوابهم وتمنع من الوصول إلى الحقيقة. اليوم عمليا قبل انتهاء العهد بشهرين اتخذ هذا القرار، وأنا باعتقادي أن هذا القرار هو قرار غير قانوني، وربما يثير يعني ربما يدفع الناس إلى الشارع، بالإضافة لي يعني الحركات الاعتراضية على خلفية الكهرباء والدواء والارتفاع الدولار وما إلى ذلك من الأزمات التي يعيشها لبنان، فربما يأتي هذا الملف أيضا حتى يزيد الطين بلة. شكرا جزيلا لكل هذه الإيضاحات، كنت معنا هاتفيا أستاذ نضال السبع، الكاتب والباحث السياسي.